اول حاجه عايزين نقولها ال variables وال data types. ال variable ده هو اسم انا بديه لمكان جوه الميموري بحيث اقدر في المكان ده اخزن قيمه انا عايز اخزنها. ال syntax بتاع ان انا اعمل initialization ل variable او اعمل declare variable جوه كوتلين ان انا بختار اتريبيوت معين. الاتريبيوت ده بيدور حوالين اتنين، يا اما val يا اما var، وهنوضح ده قدام. بعد كده بتكتب اسم ال variable اللي انت عايزه، وده اي اسم انت عايزه، بتحط النقطتين فوق بعض وبتكتب ال data type اللي احنا بنشرحها برده، وبتدوس equal وبتكتب القيمه اللي انت عايزها. طيب اول حاجه قلنا الاتريبيوت اللي احنا هنحددها عندنا يا اما val اللي هي اختصار value، او var اللي هي اختصار variable. value يعني حاجه constant، يعني مش هتقدر تغيرها بعد كده. بمعنى ان انا لو كتبت val كاتريبيوت واخترت هنا اي variable name زي ما احنا كاتبين مثلا birth year، يبقى انا في مكان في الميموري هسميه birth year. نوع المكان ده دلوقتي هنشرح الاول، هنشرح بعد كده data types، بس هنفترض دلوقتي هنكتبه int عشان نجرب بس، وهنكتب اي قيمه. كده معناها ان المكان اللي في الميموري اللي انا سميته birth year ده وحطيت جواه 1999، طالما كتبت قبليه val يعني value، معناها ان ال 1999 دي قدام ما اقدرش اعدلها. بمعنى ان انا لو عملت run للكود كده مش هيديني ايرور، لكن لو جيت قدام وكتبت birth year equal 2000 مثلا ودوست run هيديني ايرور. ليه اداني ايرور؟ لان val بيقول لك cannot be reassigned، يعني الفال دي قيمه ثابته ما اقدرش اعدلها قدام. يبقى انا لو عايز الفاريبل بتاعي يبقى قيمته ثابته بكتب الاول فال، لو انا عايزه قيمته اقدر اغيرها قدام براحتي يبقى بختار فار. فانا لو كتبت فار اللي هي اختصار فاريبل، عملت رن وعدلت قدام البيرث يير مش هيديني ايرور. يبقى اول حاجه في الفاريبلز تايبس ان انا بختار الاتريبيوت بتاعي سواء فال او فار على حسب هل انا عايزه يتغير بعد كده ولا لا. بعد كده بكتب الفاريبل نيم، وده اي اسم، بيرث يير، محمود، سعيد، اي اسم انت عايزه. بعد كده بتكتب النقطتين فوق بعض، وبعد كده بتختار الداتا تايب بتاع الفاريبل ده. احنا عندنا دي الداتا تايبس اللي جوه كوتلين. طيب الداتا تايب دي بتتحكم في نوع الفاريبل اللي انا عايز اخزنه، هل هو رقم، ولو رقم هل هو كسر ولا لا، وهل هو رقم كبير ولا لا، ولو كلمه هل هو كلمه يعني كلمه او جمله، ولا هو حرف واحد ولا لا، هل هو بوليان يعني هو ترو او فولس او 1 او 0 وهكذا. فاحنا عندنا دي الداتا تايبس اللي جوه كوتلين. يونت دي معناها ان القيمه بتاعتي مش ملهاش اي نوع او مش اي داتا تايب، ودي هنستخدمها قدام لما نوصل للفانكشنز، ان ساعات الفانكشن ما بترجعش حاجه، فدي بتتسمى يونت. طيب بعد كده عندنا لو عندنا رقم صحيح، عندنا في اربعه داتا تايبس بنستخدمهم للارقام الصحيحه، عندنا بايت وشورت وانت ولونج. الاربعه دول بيخلوني اخزن في الفاريبل بتاعي انتجر، يعني بخزن فيه رقم صحيح. الفارق بين البايت والشورت والانت واللونج ان البايت ده بيحجز في الميموري 1 بايت فقط يعني 8 بت، الشورت بيحجز 2 بايت، الانت بيحجز 4 بايت، اللونج بيحجز 8 بايت. يبقى انا لو عايز اخزن في الفاريبل رقم بكتب انت. نفس الكلام هنا، كنت ممكن ما اكتبش انت واكتب شورت هيشتغل معايا برده صح، لان 1999 دي رقم صحيح، ولما هاجي احولها لباينري هتبقى اقل من. فانا عندي هنا اهو، فانا عندي الانت ده اهو اقدر اخليه مثلا شورت، شورت برضو بتستقبل رقم صحيح زي ال 1999، واعمل رن هلاقي انه ما ادانيش ايرور. برضو الشورت دي ممكن اخليها لونج او ممكن اخليها بايت، مش هيديني ايرور لان 1999 اقل من 1 بايت، وطبعا اقل من 2 بايت و4 بايت و8 بايت، لما احولها لباينري هيبان ده. طيب هنفرض ان احنا عايزين نحط رقم كسر، بمعنى عايزين نحط مثلا 24.5. شورت دي زي ما احنا قلنا هي والانت واللونج والبايت بتقبل ارقام صحيحه فقط، يعني هول نمبر يعني مفيش كسر. هنا لما جيت عملت رن اداني ايرور، لان طبعا 24.5 رقم كسر ما ينفعش احطها في شورت. فانا عندي اثنين داتا تايبس بيقبلوا ان انا احط ديسيمال ارقام فيها كسور، هي الفلوت والدبل. الفرق بين الفلوت والدبل ان الفلوت بتحجز في الميموري 4 بايت، لكن الدبل بتحجز في الميموري 8 بايت. طيب لو انا دلوقتي حبيت ان انا اخزن رقم يبقى فيه كسر، فاحنا قلنا ما ينفعش اجي اكتب مثلا فور بيرث يير واقول النوع انتجر. لو جيت عملت كده وعملت رن، لما بعمل رن بيديني ايرور لان بيقول لي ان انت ما ينفعش احط فيها كسر. لكن لو انا هنا جيت عملت دبل، احنا قلنا ان دبل ده هو داتا تايب بيقبل ان انا احط فيه كسور، وجيت عملت رن بيحصل رن فعلا وما بيدينيش اي ايرور. طب لو افترضنا ان احنا عايزين نعمل فاريبل نخزن فيه تشار، يعني عايزين نخزن فيه حرف، يعني هنا عايز اخزن مثلا ام، لما هاجي اعمل رن طبعا هيحصل ايرور، لان انا كاتب هنا ان نوع الداتا تايب يعني نوع الحاجه اللي هخزنها دبل يعني رقم كسر، وانا فعليا حاطط ام اللي هو حرف،
يبقى احنا هنا طبعا بنختار ان الداتا تايب يبقى تشار يعني كاركتر واحد، لما هنيجي نعمل ران مش هيدينا ايرور. طيب لو احنا عايزين بقى نخزن كلمه كبيره، لما كنا بنخزن تشار يعني حرف واحد كنا بنعمل ابوستروف، لما بنخزن كلمه ما بين اتنين كوتيشنز ونكتب، هكتب مثلا بين اتنين كوتيشنز محمد اسامه، هغير بقى ده تايب اخليه سترنج، وهغير طبعا اسم الفاريبل بيرث يير كده مش منطقي واسميه نيم، واعمل ران، هلاقي انه ما ادانيش ايرور. وزي ما قلنا لو حبيت اطبعه في الكونسول تحت هنا كده هكتب برنت لاين واكتب نيم، يعني بقول له اطبع لي وسيب سطر اللي جوه نيم، اللي جوه الفاريبل اللي اسمه نيم، الفاريبل اللي اسمه نيم جواه محمد اسامه. لما اجي اعمل رن كده هلاقيه بيطبع لي هنا محمد اسامه. يبقى احنا عندنا دول ال 10 داتا تايبس اللي جوه كوتلين، دول الاثنين اتريبيوتس اللي جوه كوتلين. يبقى احنا في السنتكس بتاع الفاريبل داتا تايب بختار الاتريبيوت يا اما فال يعني فاليو يعني حاجه ثابته ما اقدرش اغيرها، يا اما فار حاجه اقدر اغيرها. بعد كده بتكتب الفاريبل نيم، وده براحتك سميه اي اسم، بس طبعا المفروض يبقى اسم منطقي، يعني لو بتكتب اسم يبقى تسميه نيم، مثلا اسم لعيب كوره اكتب فوتبول بلاير، مثلا بطوله اكتب تروفي مثلا، او جايزه اكتب اوورد، يعني يبقى اسم معبر. بتحط نقطتين فوق بعض وبتكتب بعديها اسم الداتا تايب، اسم نوع الحاجه اللي هتخزنها جوه الفاريبل ده، وبعد كده بتكتب ايكوال الفاليو اللي انت ناوي تخزنها. فعندنا هنا امثله للفاريبلز والداتا تايبس جوه كوتلين، فلو خدتها كوبي بيست وعملت ران، وعندنا هنا امثله للفاريبلز والداتا تايبس. زي ما احنا قلنا طبيعي لو انا هعمل فاريبل اسميه تاريخ ميلاد يعني بيرث ديت، الطبيعي ان هو اختار فال لان تاريخ الميلاد عمره ما بيتغير، لان الانسان تاريخ ميلاده ما بيتغيرش. لكن لو انا مثلا هعمل فاريبل اسميه ايج، الطبيعي ان عمر الانسان بيتغير لان كل سنه بيكبر سنه، فيبقى اختار الاتريبيوت فار يعني فاريبل يعني حاجه بتتغير. وانا هنا اخترت شورت لانه برضه رقم صحيح، والشورت دي اقل حاجه في التخزين لان عمر الانسان بيبقى صغير فما خزنوش في حاجه كبيره. لو انا مثلا برضه هخزن اسم انسان، يبقى الطبيعي ان اسم انسان برضه احطه في فال لان اسم الانسان ما بيتغيرش، وهيبقى نوعه سترينج. مثلا كليه الواحد انا استخدمت فار لان ممكن مثلا يغير كليته ولا حاجه. هنا مثلا مثال على ال داتا تايب اللي اسمه بوليان اللي احنا ما قلناهوش. بوليان المفروض بيشيل يا ترو يا فولس او يا 1 يا 0، بمعنى هل حاجه حصلت ولا ما حصلتش. فانا هنا عامل فاريبل بمعنى ان هو ممكن يتغير، سميته از فول هل هو اتملى، ايا كان هو بيقصد ايه هو اللي اتملى. نوع بوليان معناه ان هو هيشيل يا ترو يا فولس او يا 1 يا 0، وانا مختاره ترو، ما ادانيش ايرور. فلو عملت برنت لاين وطبعت is full هيطبع لي اللي جوه is full يعني هيطبع لي true، وفعلا هنا اهو طبع لي true. طيب في تنويه عايزين نقوله، ان انت لو جيت عملت assignment وانت بتعمل الفاريبل يبقى مش محتاج تحدد الداتا تايب بتاعه، هو الكومبايلر يعني هو البرنامج اللي انت شغال عليه هو بنفسه بيقدر يعرف نوع الداتا تايب بتاع الداتا من خلال الداتا نفسها. بمعنى انا هنا عامل فاريبل سميته بيرث ديت، وهنا انا قايل له ان نوعه integer وحطيت 1999، طالما انا كده كده حاطط قيمه هو بنفسه هيعرف ان 1999 رقم صحيح. فانا هنا مش محتاج احط نقطتين فوق بعض وانت. لو جيت عملت ران مش هيديني ايرور. نفس الكلام هنا برضه انا محدد 22 يبقى ممكن اشيل شورت. نفس الكلام هنا محدد محمد يبقى ممكن اشيل سترينج. نفس الكلام هنا محدد بولين يبقى ممكن اشيلها. لو جيت عملت ران ما ادانيش ايرور لان انا كل دول حط فيهم قيم. طيب لكن لو انا بقى عرفت فاريبل سميته مثلا اوورد وما اديتوش قيمه وسبته كده هيديني ايرور. يبقى انا في الحاله دي يا اما اقول نوع الاوورد دي فاكتب سترينج واعمل ران، ساعتها مش هيديني ايرور، يا اما ادي قيمه للاوورد دي فاقول مثلا بالون دور يبقى الشكل ده كده صح و كده صح برضو وكده صح برضو. هنا انا عملت assignment يعني اديت قيمه وقلت له نوع القيمه دي، لكن بما ان انا اصلا مديله قيمه فاقدر ما اقولوش نوعها لان هو هيعرف النوع من خلال القيمه نفسها. لكن لو انا ما عملتش assignment يعني ما اديتوش قيمه لازم احدد له نوع الداتا تايب. يبقى الثلاثه دول كده اي واحده فيهم لو عملت لها run هيشتغل عادي، لكن لو جيت عملت كده عملت لدي
run هيديك ايرور، لان انت لا حددت نوع الفاريبل ده، ما حددتش نوع الداتا تايب اللي هو هيشيلها، ولا انت اديته قيمه اصلا.